ارقام كبيره الحقيقه بيعكسها، وعلى الرغم من الارقام دي يعني يمكن تكون ارقام ضخمه بالنسبه لينا احنا هنا في افريقيا او في منطقه الشرق الاوسط، لكنها الحقيقه كانت بتعكس تراجع في القيمه التسويقيه نتيجه طبعا ازمات بتعاني منها اغلب انديه العالم بسبب فيروس كورونا. خليني اروح مع حضراتكم للدحيل، وانا قلت لحضراتكم انه فرقه الدحيل يمكن تكون على الرغم من ماتش الاهلي اللي جاي ماتش مهم وماتش جماهيري، وجماهير اعتقد بتشوف انه لقاء ليه طبيعه خاصه يهمنا جدا في المكسب، هنضرب 10 عصافير بحجر واحد، لكن كمان ده ما يمنعش ان جمهور النادي الاهلي مشغول قوي بفرقه الدحيل ومشغول ببطوله كاس العالم. يمكن زي ما قلت لحضراتكم معظم الانديه الخليجيه في الفتره الاخيره خصوصا انديه الصف الاول ومنها الدحيل والسد، لو نتكلم على الانديه القطريه يعني انا بعتقد انه الدحيل والسد هم اللي متزعمين الكره القطريه وبيضموا على مستوى الاسماء عدد كبير جدا من النجوم. يمكن تكون او يكون فريق الدحيل مجهول بالنسبه لنا شويه، يمكن عرضنا لحضراتكم بعض الارقام والاحصائيات الخاصه بمسيرته في الموسم الحالي، اتكلمنا وقدمنا بعض المعلومات عن اهم اللعيبه اللي بيضمها الفريق، اتكلمنا على اقوى الخطوط وقلت لحضراتكم انه يمكن بيضم خط هجوم مميز جدا، لكن على مستوى الوسط والدفاع بيعاني الى حد كبير. هنتعرف اكتر وهنتعرف على ردود الافعال كمان، يعني زي ما هنا في ردود افعال على انه الاهلي هيواجه الدحيل في افتتاحيه كاس العالم، لكن كمان بالتاكيد في قطر في ردود افعال. خلينا نستقبل احمد طارق الناقد الرياضي بجريده الشرق القطريه معانا من خلال فيديو كونفرنس. استاذ احمد مساء الخير واهلا بك على شاشه الاهلي. مساء الخير استاذ احمد، ارحب بحضرتك وارحب بجميع مشاهدين قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بحضرتك، وقبل ما اتكلم بس بحضرتك على وادخل في الكوره على طول، خليني اسمع منك ازاي رصدت اهم ردود الافعال على القرعه اللي جمعت الاهلي بالدحيل القطري في بدايه مشوار كاس العالم للانديه. بالنسبه لردود الافعال هناك اعتراض هناك. الو اتفضل اتفضل استاذ احمد انا سامعك. هناك اعتراف من هنا الفريق الدحيل بصعوبة مواجهة الأهلي. الأهلي يعيش فترات رائعة على الصعيد المحلي والصعيد الأفريقي من خلال حصده لقب الدوري ولقب كأس مصر بجانب بطولة دوري أبطال أفريقيا. الدحيل يعلم أن الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين بجانب أن الأهلي له تاريخ كبير في البطولة بعد أن نجح في حظ البرونزية عام 2006، ويعتبر الأهلي هو الفريق الوحيد من ضمن الأندية المشاركة الذي يشارك للمرة السادسة في تاريخه، ولذلك الدحيل يعرف مدى صعوبة النادي الأهلي. طيب عايز برضه أقول عايز أكلمك على استعدادات الدحيل لبطولة كأس العالم، سواء على مستوى الإعداد فترة الإعداد والتحضير اللي بيقوم بيها صبري ناموش مدرب الفريق، او على مستوى الانتدابات، لان احنا عرفنا انه كمان الدحيل من فتره واخد قرار انه يدعم فرقته بلعيبه عشان تشارك في مشوار الفريق في كاس العالم للانديه. الدحيل لديه مباراه غدا في دور ال 16 لكاس سمو الامير لدوله قطر امام النادي الاهلي ايضا في مباراه غدا، وعقب المباراة سيتم التركيز بشكل تام على مباراة الأهلي في افتتاحية مونديال كأس العالم للأندية، وخلال 1 فبراير إن شاء الله سيدخل الدحيل معسكر مغلقا لزيادة التركيز إن شاء الله تعالى. بالنسبة للانتدابات الدحيل يعني تعاقد مع عناصر مميزه للغايه، منهم المهاجم الكيني اولونجو هداف كشير رسول الياباني، وتعاقد ايضا مع اللاعب الايراني علي كريم قادما من نادي قطر القطري، كما تعاقد مع حارس مرمى صلاح زكريا وهو احد افضل الحراس في الدوري القطري، وتعاقد مع علي مالالا وهو ظهير ايمن. عايز اقول لحضرتك يعني ايضا مسؤولي الدحيل استقبلوا مواجهه الاهلي خلال يعني تصريحاتهم باحترام كبير، لديهم معرفه بقوه وبتاريخ الاهلي، ولكن في نفس الوقت لديهم الاصرار والعزيمه للظهور بوجه مشرف، خاصه انهم يشاركونا للمره الاولى في البطوله بصفتهم حاصدين الدوري القطري الموسم الماضي، وهذا الذي نوه اليه صبري اللموشي والمسؤولين ان الفريق يسعى للظهور بوجه مشرف في بطوله كاس العالم للانديه. طيب انا عارف ان الموسم في قطر ابتدى من فتره مش قصيره، يعني خليني اتكلم على مشوار الدحيل
في الموسم الحالي، ازاي بتقيم مستواه، ازاي بتقيم نتائجه، ازاي بتشوف مشواره في البطولات اللي شارك فيها؟ الدحيل هذا الموسم ليس الدحيل المواسم الماضيه. تراجع على مستوى النتائج خاصة عقب الخروج اليساوي من فريق التعاون السعودي من دوري المجموعات. رحل المدرب المغربي وليد أركراكي أدى المدرب الفرنسي صبري لموشي. الفريق خرج من دور قبل النهائي لبطولة كأس سمو الأمير النسخة الماضية من السد برباعية مقابل هدف. الفريق احتل المركز الثاني حاليا، خاض 15 مباراة، 9 فوز تعادل 1 هزيمة في 5. واعتقد ان الدحيل لو في حالته الطبيعيه خلال المواسم الماضيه يعني رقم 5 لم يصل اطلاقا. يعني الدحيل كان ممكن يعني يهزم مره او اثنين، ولكن حتى الان قبل انتهاء الموسم الكروي ب7 جولات تلقى 5 هزائم في وضع يبرهن الدحيل ليس الدحيل المواسم الماضيه. لو كلمتك على خطوط الفريق، يعني احنا يمكن كنا استعرضنا أو رصدنا بعض الأرقام والمعلومات المرتبطة بالدحيل، سواء من حيث المكسب أو الخسارة، أو سواء من حيث الأهداف اللي سجلها أو الأهداف اللي استقبلتها شباكه، ولاحظنا أنه في الوقت اللي بيتمتع فيه بخط هجوم قوي بيعاني بشكل كبير جدا على مستوى خط الدفاع، على الرغم من هو بيضم مثلا واحد من أهم لاعيبة أو الأسماء يعني اللاعبين العرب في خط الدفاع هو مهدي بن عطية. فيهمني تكلمني كده عن تقييمك انت او رؤيتك انت لاهم خطوطه واهم نقاط ضعف من وجهه نظرك. بالنسبه لاهم نقاط قوه الدحيل، فالدحيل يمتلك خط هجومي قوي للغايه. يعني احنا نتكلم على ادميلسون، لاعب برازيلي بلجيكي من افضل الاجنحه في الدوري القطري، بجانب هناك لاعب برازيلي لعيب خطير للغايه. هناك ايضا المعز علي من ابرز المهاجمين في اسيا، وهو هداف كاس الامم الاسيويه الاخيره بالامارات وهداف المنتخب القطري. وهناك ايضا الوافد الجديد اولونغو الذي شارك في مباراه السد وقطر، ولكن لم يظهر بصوره المتوقعه نظرا لفقدانه بعض الانسجام. هناك ايضا في بعض العناصر ذات الخبرات الكبيره منهم كريم بوضياف خط وسط، هناك ايضا لاعب علي كريمي. بالنسبه زي ما حضرتك قلت الدحيل هذا الموسم دفاعه متراجع بعد الشيء. بالنسبه لمهدي بن عطيه لم يشارك كثيرا هذا الموسم بسبب الاصابات، يعني الاصابات عطلت كثيرا مهدي بن عطيه هذا الموسم. وايضا الفريق يعني كان يعاني بعض الشيء من مركز حراسه المرمى، يعني بدا الموسم بخليفه ابو بكر ومن ثم جاء محمد البكري وحاليا صلاح زكريا، لذلك الفريق يعني غير مستقر على مركز حراسه المرمى. بالنسبه للنقاط يعني الضغط زي ما قلت حضرتك قلت الجانب اليمين والجانب الشمال. هل في اسماء من المتوقع انها تغيب عن تشكيله الدحيل في مشواره في كاس العالم نتيجه اصابه او نتيجه انتقال؟ هل في اسماء ممكن يكون غيابها مؤثر على مشوار الدحيل في المونديال؟ والله الدحيل كان يعاني من بعض الغيابات خلال الفتره الماضيه، منهم لاعب بسام الراوي، ومنهم عاصم مديبو، ومنهم كريم مضيف، ولكن عادوا للتشكيله وسيكونوا جاهزين لبطوله كاس العالم للانديه. ولكن تم خروج محترفين إعارة، منهم يوسف المسكني النجم التونسي المعروف والذي انتقل لصفوف النادي العربي أمس لمدة موسم ونصف، وأيضا هناك لاعب إيراني اسمه رامين رادئيان انتقل لنادي السلية لمدة 6 أشهر. يوسف المسكني كان واحد من نجوم فرقة الدحيل، وأعتقد أن غيابه من وجهة نظر يعني هيصب في مصلحة كل الفرق اللي هتواجه الدحيل في مشوار المونديال. عايز اروح معاك للحضور الجماهيري. اتفضل يا استاذ احمد، لو ليك تعليق. لا تعقيبا على يوسف المساكني، هو بالفعل يعني ابرز هجوم الدحيل، ولكن هذا الموسم كان بعيدا تماما عن المشاركة مع صبري اللموشي، الامر الذي ادى لرحيله عن الفريق للعربي لمده 1.5 سنة على سبيل الاعاره. طيب عايز اتكلم معاك عن الحضور الجماهيري، لانه
كنا سمعنا انه في قرار من القائمين على تنظيم البطوله انه يتم السماح لنسبه 30% من المقيمين داخل قطر بحضور الماتشات الخاصه ببطوله كاس العالم، وبعد كده سمعنا انه في بعض الاصوات من بعض الفرق المشاركه اعترضت على مبدا الحضور الجماهيري من الاساس، فعايز اعرف ايه القرار النهائي او الصوره النهائيه فيما يتعلق بحضور جماهير من عدمه في ملاعب اللي هتستضيف البطوله. لا خلاص، القرار النهائي هو ان شاء الله حضور 30% من ساعه الاستاد كما تم الاعلان امس خلال الصحفي التي تم عقده من اللجنه المنظمه للبطوله. 30% من ساعه استاد المدينه التعليميه وملعب احمد بن علي بنادي الريان. الملاعب تتسع ل 40,000 متفرج، نسبه 30%، اي 12 او 13 او 13,000، ولذلك هو رقم معقول ولا يوجد اي اساس من الصحه لغياب الجماهير. التذاكر طرحت، تذاكر المباريات طرحت بالفعل، يعني من ممكن دلوقتي حد يشتري تذاكر للماتشات ولا لسه ما بداش الطرح؟ خلاص لا بالظبط، يعني تم طرحها اليوم. وعايز اقول لك يعني لحضرتك جدا، انا متابع السوشيال ميديا الاهلاويه او جماهير الاهلي هنا في قطر، يعني هناك اقبال كبير، عايزين يشوفوا نادي القرن هنا في طبعا في الدوحه خلال بطوله كاس العالم للانديه. النادي الاهلي دائما كبير، النادي ده يعني النادي الاهلي زي ما نقول دائما كبير بجماهيره الوفيه التي يعني كلما شد الرحال لاي دوله يتواجد جمهوره الوفي. بالتاكيد، والرهان عليهم كبير. بشكرك شكرا جزيلا كبير. احمد طارق النقد الرياضي بجريدة الشرق القطرية، وده دور أنا عارف إنه قطر فيها جالية مصرية كبيرة جدا، ولو قلت إن هناك في ما لا يقل عن يعني 200-300 ألف أهلاوي ده يمكن يكون رقم كمان قليل شوية، لكن بكل تأكيد جماهير الأهلي هتكون حاضرة في ملعب البطولة، وأعتقد إنه طول ما مشوار الأهلي مستمر طول ما الدعم الجماهيري هيكون وراه. كل التوفيق لرجالتنا.